النهارده. خلينا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مدرس قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره عشان نطمن من خلاله على الاستعدادات الاولى والاخيره في وجهه نظري لمباراه الجونه يعني في بطوله الدوري. يا توفيق اهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدينا ومتابعي الترند في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، طمنا على استعدادات الاهلي لمباراه الجونه الهامه جدا وخصوصا في ظل هذه المرحله المليئه بضغط المباريات وبعد الفوز كمان على بتروجيت بالامس. زي ما انت بتقول بالطبع يا امير، يعني ضغط المباريات بشكل كبير جدا، امبارح بتنتهي على طول من مباراه في كاس مصر القديم، الحمد لله بنفوز وبنصعد للمباراه النهائيه ان شاء الله امام الزمالك 21 يوليو الجاري، على طول ما فيش وقت بتخش على طول في دوامه الدوري العام على طول مجددا. يمكن النهارده زي ما بنقول يا امير يعني ده اول مران ويعتبر المران الاساسي لاستعداد مباراه الجونه المؤجله من الجوله التاسعه للدوري المصري الممتاز ان شاء الله المقرر ليها بعد غد الثلاثاء في التاسعه مساء على استاد خالد بشاره بالجونه. يمكن على طول الجهاز الفني ما فيش وقت، دخل على طول في التدريبات، يمكن التدريب النهارده بدا بمحاضره فيديو للجهاز الفني يتكلم فيها عن اهم نقاط القوه والضعف الفريق الجونه طبعا من خلال المساعدين اللي بيهتموا بالجانب التطوير الاداء او الجانب التقني في اعداد اللاعبين للمباراه المقبله. تمت محاضره الفيديو ومن بعدها نزل الفريق على طول لارض الملعب. يمكن يعني المرام بدا ببعض التدريبات البدنيه الخفيفه خاصه في ظل ضغط المباراه، يمكن الجهاز الفني مش عاوز يحمل على لاعبين كتير في الجانب البدني، ومن بعدها على طول يمكن الجهاز الفني فضل دخول اللاعبين في تقسيمه. يعني عايز اقول لك ان معظم اللاعبين مشاركين النهارده بشكل قوي في المران، يمكن بس الجهاز الفني اعفى حسين الشحات وياسر ابراهيم وعمرو السوليه هيتم بس يعني هيخضعوا لبعض التمرينات الاستشفائيه سواء في الجيم او في ارض الملعب طبعا علشان حاله الاجهاد الكبيره اللي بيعاني منها الفريق بشكل عام. احمد عبد القادر كمان ان شاء الله يعني الكلام مع دكتور احمد ابو عبله طمنا بشكل كبير جدا ان شاء الله خلال ايام قليله هيكون في المران الجماعي ان شاء الله للفريق. عايز اقول لك كمان يا امير يعني يمكن برنامج اعداد الفريق بقى لمباراه الجونه باذن الله ان شاء الله هيبقى المران غدا في 11 صباحا هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره، ومن بعدها ان شاء الله يعني عصر الغد باذن الله هيسافر فريق النادي الاهلي يعني على متن طائره الى مدينه الجونه ان شاء الله استعدادا لخوض المباراه بعد غد الثلاثاء باذن الله. طيب عايز اسالك على ياسر ابراهيم تحديدا، دي تفاصيل اكتر عنه لان هو امبارح خرج مصاب باعتقد شد في العضله الاماميه، حجم الاصابه ايه ومده الغياب ممكن تكون قد ايه؟ يعني اتكلمت بالفعل مع دكتور احمد ابو عبله قال ان هو بس النهارده فضل ان هو يخضع لبعض التمرينات الاستشفائيه وبعد المران ان شاء الله هيكون في اختبار لياسر ابراهيم ل يعني تحديد مدى الاصابه وهل هيكون جاهز لخوض المباراه المقبله امام الجونه ام لا، يعني ده هيبان ان شاء الله بعد مران اليوم، ولكن ما اجزمش سواء ياسر هيكون موجود باذن الله في تمرين الغد ومن بعده المباراه ولا هيغيب عن المباراه المقبله. زي ما قلت لك هو وحسين وكمان عمرو السوليه يعني فضل الجهاز الفني النهارده ان هم يخوضوا التمرينات الاستشفائيه فقط في ارض الملعب وكمان في الجيم وما يخوضوش التمرين الجماعي مع باقي الفريق، لكن بقيه الفريق انا عاوز اطمنك على اللاعبين بشكل عام حاله الفريق اكثر من جيده. يمكن روح كبيره جدا في المران النهارده خاصه في التقسيمه اللي هتبتدي بعد قليل في المران، يعني في اهتمام كبير جدا من اللاعبين، كل اللاعبين حريصين على ان هم يخشوا في التشكيله الاساسيه ويعني يحوزوا زي ما بنقول ثقه الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي. وطبعا زي ما انت عارف يعني مباريات كتير جدا مهمه الفتره الجايه، فكل الفريق باذن الله يكون ليها جاهز ليها امير باذن الله. باذن الله يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معانا من مقر النادي بالجزيرة وطمنا على استعدادات الفريق.